السلام عليكم وتحياتي، مساء رياضي جميل لكل المشاهدين وكل المتابعين. حلقة جديدة من برنامج إيقاع الجماهير، حلقة جاءت بعد فوز عريض لكتيبة الزعيم لنادي هلال القدس على الظهرية 4-1. رح نشاهد كيف تابعت جماهير نادي هلال القدس هذا اللقاء من المدرجات، وكمان رح نشوف الشغف والحماس اللي موجود عند لاعبي نادي هلال القدس وكذلك الجمهور الحبيب. شكرا لجمهورنا، شكرا للاعبينا، ويلا بينا على الحلقة الجديدة من برنامج إيقاع الجماهير. لكن قبل كل شيء ما تنسوش تشتركوا معنا في قناة نادي هلال القدس على اليوتيوب وكمان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي هلال القدس. بنتشرف فيكم. يلا نروح على الحلقة الجديدة من برنامج إيقاع الجماهير. يلا
صعد مارس صعد مارس الحارس عند الجمهور الحارس. شو رايكم مباراة اليوم؟ الحمد لله فزنا القادم افضل من زمان جد من زمان سلمان الهلال هيك من زمان عمار سلمان عمار سلمان يا فنان هذا الهلال تبع زمان رسالة للاعبين نادي الهلال ان شاء الله المباراة الجاي بس الاداء زي اليوم ان شاء الله بس ودينك انت محجز دور خليكم كل مرة شو رايك في مباراة اليوم؟ مباراة من الزمن الجميل، زمان ما شفنا الهلال بيلعب هيك، ضغط هجومي بجنن، صح فيش عندنا نقص في اللاعبين الهجوم بس للأمانة هذا الهلال تبع زمان، هذا الهلال اللي بنحبه والهلال دائما بنتمنى نشوفه هيك بالأربعة والخمسة إن شاء الله.